مش بقى الجولد. طيب شو هو؟ لا 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 اللون ذهبي بحبه، لا اللون ذهبي بحبه، انا بحب اللون ذهبي. مين قال لكم علي عمر ما بحب الجولد؟ شركون الشام. مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا علي عمار ورجعت لكم فيديو جديد. اصدقائي قبل ما نبلش بهذا الفيديو، خلونا نوصل هذا الفيديو لل 100,000 لايك. بعرف انكم كفو وقدها وبنقدر نجيب اول 100,000 لايك. في اصدقائي بتمنى من كل اسطوره قاعد بيشاهد هذا الفيديو انزل لتحت يحط اللايك ويشترك في القناه اذا ما كان مشترك، فعل جرس التنبيهات عشان يصلوا بكل فيديو جديد عن فري فاير. ويا اصدقائي للي لسه ما بيعرف، وصلوني الاكواد. شو هم الاكواد اللي وصلوني؟ وصلوني اكواد لسكن اللص كامل اللي انا لابسه، ولكن سكن كامل. وصلوني اكواد كمان للجوكر النادر اللي انا رابس راس الجوكر. هذا الجوكر وصلني له اكواد لسكن كامل، كمان وصلني اكواد يا اصدقائي في اكواد لسه للسجين. طيب هاي الاكواد وين تتوزع؟ على البث المباشر راح احكي بنهايه الفيديو. اصدقائي فيديو اليوم راح يكون على سكن الدايموند ريال الجديد اللي نزل، مثل ما انتم شايفين السكن يا شباب. والله هو عندي 220 بطاقه، اوه ماي جاد، والله 200. اوكي كانوا البطاقات مخفيات عشان هيك. خلونا نشوف هذا السكن يا اصدقائي الجديد. صراحه السكن عجبني والله، يعني امبارح شفناه على البث المباشر، الشعر اسطوري. وسالتكم اذا بتحبوا انزلكم على فيديو نحرق ابو الماكينه، الكل قال نعم نزلنا على فيديو. فطيب اصدقائي خلونا نشوف. في عندنا الجاكيت، الجاكيت صراحه شيء اسطوري كثير، ولكن مشكلته شوي ضخم. اما بالنسبه للقطعه الثانيه في السكن فالجاكيت اوكي، راح نعطيه 7% كتصميم خرافي، ولكن شوي ضخم السكن. طيب في عندنا هون يا اصدقائي البنطلون، صراحه البنطلون شيء فعلا رهيب يا اصدقائي. البنطلون راح اعطيه 10 من 10، كثير عجبني صراحه. الحذاء اكرمكم الله، والله انا ما بهتم للاحذيه كثير. الشعر اسطوري اوكي، الشعر بس شوي مطولينه، يعني لو كان شوي اصغر الشعر راح يكون افضل. وهذا القناع، طبعا هذا القناع يا اصدقائي بنحط مع الاقنعه، بتقدروا خلونا نشوف. هون عند الملابس مثل الاقنعه هاي اصدقائي، بتقدروا تلبسوا عليها شيء ثاني مثل هاي الاقنعه. طيب خلص يا اصدقائي السكن عجبني صراحه، سكن اسطوري، بس الجاكيت شوي ضخم، لو ما كان ضخم راح يكون افضل. ولكن هذا الشيء ما بيعني انه ما راح نحرق ابو الماكينه، راح نحرق ابو الماكينه يا اصدقائي، وان شاء الله نحاول نجيب السكن ونجيب معه ماجيك كيوب ان شاء الله يا رب. يلا اصدقائي خلونا نبدا اول 10 سبنات ونقول يا رب بكش بن الله ياخذ البكش البنفسجيات. البكجات البنفسجيات بيحبوني صراحه، بتعرفوا والله صرنا كثير ما حرقنا ماكينه الدايموند رويال، عن جد والله صرنا كثير ما حرقنا. يعني كم ماكينة دايموند رويال نزلت وانا سحبت على ماكينات الدايموند رويال، ما بعرف ليش، بس بتذكر يمكن احد الفيديوهات، في فيديو نزلته على ماكينة الدايموند رويال، حسيت هذا البنطلون جديد نازل ولا شو قصته؟ هذا البنطلون نازل جديد وانا عندي اياه ولا؟ والله ما بعرف، اعطيني بداله بطاقات حمر يعني عندي اياه. والله اول مره بشوفه صراحه، في عندي اشياء بالحساب انا ما بعرفها. طيب كمان بكش الله ياخذ البكشات البنفسجيات. عن جد كثير اشتقت والله العظيم، كثير اشتقت لماكينه الدايموند رويال. عن جد صرنا كثير ما حرقنا ماكينه الدايموند رويال واستمتعنا زي زمان. بس اخر فيديو نزلته على ماكينه الدايموند رويال بتوقع ما جاب لي تفاعل كثير، فعشان هيك بوقتها قررت انه انا اسحب على ماكينات الدايموند رويال. او الكل صار يحرق ماكينات دايموند رويال، يعني فيديو على دايموند رويال الكل صار اول ما ينزل سكن تلاقي 20 واحد نزل فيديو على ماكينه دايموند رويال. فعشان هيك انا سحبت على الموضوع وصرت يعني بدل ما انزل على دايموند رويال انزل افكار جديده ثانيه اقول افضل. ولكن هذا الشيء ما بيعني انه انا ما عاد انزل افكار جديده واصير انزل على دايموند رويال، لا، قررت انه انا بس ينزل سكن اسطوري راح احرق ابوه. خلونا ناخذ البكجات بس بالاول. قررت انه انا بس يصير ينزل سكن اسطوري للدايموند رويال راح اصور عليه فيديو ونحرق ابو الماكينه ونجيبه، وبس ينزل سكن خايس ما راح اصور عليه فيديو. مثل هذا السكن صراحه كثير عجبني، امبارح شفناه على البث المباشر وكل المتابعين اللي كانوا على البث، الشات ولع كله صار يقول علي عمر صورنا عليه فيديو، احرق ابو الماكينه بكره علي عمر وجيب سكن. فقلت اوكي راح اصور عليه فيديو نحرق ابو الماكينه، بس مره ثانيه بس ينزل سكن هيك ما يعجبني، احسه سكن خايس، خلص ما اصور على فيديو، اجيبه بحسابي بس ما اصور على فيديو، احسن ما ضل اقول لكم سكن خايس وسكن جولد. اوكي طيب كمان عندنا هذا الباكج خايس سكن المخنتين. اوه ماي جاد يا شباب، بطاقات الحمر صار عندي تقريبا 15,000 بطاقه حمراء من كثر ما بيعطوني سكنات انا عندي اياها بالحساب. طيب نشوف هذا الباكج، الله ياخذ البطاقات، الله ياخذ، الله يقطع بشكل مشتقات الجولد. طيب كمان 10 باكجات، باكج ذهبي، باكج ذهبي يا اصدقائي، واخيرا واخيرا السكن الاسطوري صار بحساب علي عمر. طيب وين؟ لا لا والله، لا والله والله هذا اتوقع مقلب، والله اتوقع قاعدين يعملوا فيها مقلب يا شباب، يعني باكج ذهبي
طيب خلص اعتقدوا حالكم ما شفتوا شيء اصدقائي، نرجع ناخذ مره ثانيه هي كمان 10 سبنات. عاد اللوكي صار عندي 111، يعني 111 اللوكي خلص لازم يطلع لنا سكن، يعني يا سكن قرينا ايه شباب، والله لازم اخذ سكن. طيب والله راح اجيبك يا حبيبي، راح اجيبك. انا عندي 220 بطاقه كان اوكي، راح احرق ابو ال 220 بطاقه عليك، وعندي لسه تقريبا 60,000 جوره، يعني وين راح تروح مني انا وبس حبيبك علي وعمر بس حبيبك. طيب كمان باكج خايس، نرجع كمان مره ثانيه عشب، الله ياخذ الباكجات والله انا صرت اكره هذا اللون صراحه. انا لونين صرت ثلاثه اشياء صرت اكرههم بسبب فري فاير، القطط واللون البنفسجي واللون الذهبي اللي هو بيشبه الجولد. طيب هو لا 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 اللون الذهبي بحبه، لا اللون الذهبي بحبه، انا بحب اللون الذهبي، مين قال لكم علي عمر ما بحب الجولد يا اخي؟ وصلنا على السكن واخيرا يا اصدقائي، او ماي جاد والله عن جد عن جد شيء اسطوري صراحه هذا السكن. ولكن اثبت يا حبيبي عشان اخذ لك سكرين. اوكي مره ثانيه ناخذ سكرين ثاني، يلا هيك اوكي. طيب هاي اخذنا، والله انت سكن من كتر ما حبيتك انت يا سكن اعطيتك 2 سكرينات، يعني انا مش اي سكن باخذ له 2 سكرين شوت، يعني الا سكن اللي بيدخل قلبي عن جد. طيب نرجع مره ثانيه نحاول نجيب، بما انه هم يعني انا حسيت الشركه ناوي قالت علي عمر عنده 220 بطاقه لازم نخسروا اياهم، فخلونا نصرف البطاقات كلهم بالك نحصل على ماجيك كيوب. يلا باكج خايس، نرجع مره ثانيه كمان 10 باكجات، باكج خايس يا اصدقائي، كمان 10 باكجات مره ثانيه، وكمان باكج خايس. طيب كمان مره ثانيه 10 باكجات، وكمان باكج الله يقطع بشكل الباكجات الخايسه. لا باكج ذهبي يا رب، ماجيك كيوب، لا لا يا حبيبي لا لا تكون جولد، لا تكون من مشتقات الجولد يا حبيبي. خلص طلعت لي مره واحده بكفي، وراح اخذ لك سكرين مره ثانيه. انه انت طلعت لي مرتين. طيب حصلنا على يا اخي، والله انا مش انت بلكي يطلع. خلص خلص الباكج الذهبي. طيب باقي عندنا 10 بطاقات، نشوف 12 بطاقه، نشوف هذا باكج خايس. يلا باقي عندنا بطاقتين، خلونا نفتحهم على السريع. كمان باكجات خايس، الله يقطع الله ياخذ الحظ الجولد. طيب نروح نشوف يا اصدقائي الباكجات اللي عندنا، هذول الباكجات لا، شوفوا كم سكن صار عندي، هذا صار عندي مرتين. شوفوا السكنات، شوفوا راعي البقر وراعيه البقر وراعيين البقار، شوف. والله عن جد صار عندي سكنات كثير، ما بعرف هذول لازم نصور عليهم فيديو نفتحهم والله. طيب هذا سكن يا اصدقائي، خلونا نفتح سكن تزويد سريع، وهي لبسنا سكن يا اصدقائي، سكن جديد اوكي. صراحه حابب اغير شوي اشياء بالسكن، راح نحاول نلبس، لا 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 ابدا مو حلوه صراحه، هاي تبع الساموراي ابدا ما بتعجبني، هاي حلوه ولكن امبارح صراحه شفت الدقن، الدقن تيجي على السكن عن جد بيطلع شيء اسطوري، دقن البيضة اوكي، بس لو غيرنا القناع كمان راح تصير افضل واتوقع. طيب خلونا نغير القناع، نلبس هذا القناع الابيض، والله شيء رهيب يا اصدقائي، هيك صار اسطوري سكن. ولكن يلا هيك صار اسطوري، راح نغير الجسم كمان صراحه، الجاكيت تصميمه حلو اوكي الجاكيت، ولكن كثير ضخم، مع اللص طالع افضل بكثير صراحه. لو لبسنا الحذاء الابيض راح يطلع شيء اسطوري عن جد، راح يطلع شيء خرافي يا اصدقائي لو لبسنا الحذاء الابيض عليه. وين الاحذيه؟ هذا هذا نلبس هاد ولا هاد؟ لا هاد افضل، والله هيك طلع اسطوري يا اخي. والله شوفوا شوفوا يا اصدقائي الالوان كيف متناسقه، شوفوا الدقن بيضه والقناع ابيض ومع الحذاء ابيض والشعر اسود والجسم، يا اخي والله انا مفروض يخلوني الصق لهم سكنات وفنش من. طبعا متابعيني على البث المباشر بيعرفوا شو يعني هاي الرقصة. شوفوا الشعر، شوفوا الشعر يا اصدقائي لما بترقص كيف الشعر بتحرك، والله حقيقي حقيقي يا اصدقائي حقيقي، هذا الشعر مش باروكة. طيب عن جد هيك سكن صار اسطوري، فهو سكن اسطوري الشعر والبنطلون بالسكن عن جد شيء رهيب يا اصدقائي، هو اكثر شيء عجبني بسكن وشجعني انه انا اجيبه. فطيب يا اصدقائي هذا كان سكن الدايموند رويال، وهذا كان الفيديو لليوم، فبتمنى هذا الفيديو يكون نال اعجابكم، وبتمنى تكونوا ما نسيتوا تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة لو كنتم مشتركين، تفعلوا جرس التنبيهات عشان يصلكم كل فيديو جديد عن فري فاير. ويا اصدقائي بالنسبه للاكواد اللي حكيت عنها ببدايه الفيديو، طبعا في اكواد لسكن اللص كامل، اكواد للجوكر النادر كامل، وفي اكواد لسكن السجين. هاي الاكواد وين راح تتوزع؟ قسم منها راح يتوزع على حسابي على الانستغرام، رابط حسابي على الانستغرام تحت في صندوق الوصف الديسكربشن بوكس. اللي لسه مو متابعني على الانستغرام يروح يتابعني ويضل مراقب ستوريات، وراح انزلهم ان شاء الله بعد يومين، راح ابدا انزل على ستوريات الانستغرام اكواد. طيب القسم الثاني وين بتوزع؟ بتوزع اكثر واللي هو اكبر خصم بتوزع على البتوت المباشره. طبعا اللي ما بيعرف انا بعمل بتوت مباشره بشكل يومي على
تطبيق اسمه نونو لايف. اللي لسه مو محمل التطبيق بيقدر يروح يحمله من جوجل بلاي او من الابل او من الابل ستور او عن طريق الروابط الموجوده تحت في صندوق الوصف. بعد ما تحمل النونو لايف ابحث عني بالاي دي 10 20 30، راح تلاقي حسابي على نونو لايف، تابعني وانتظر البثوث المباشره اللي بتكون بشكل يومي، يوميا توزيع اكواد رومات 1 في 1 للمتابعين، وبنحرق ابو البث بشكل يومي. بضيف اصدقائي راح اكون بانتظاركم على البث المباشر تبع اليوم، راح يكون بعد ساعة من انا انزل هذا الفيديو وبعد نص ساعة من انا انزل هذا الفيديو. فطيب يلا اصدقائي، كل الروابط اللي ذكرتها لكم موجودة تحت في صندوق الوصف description box. ولهيك بنكون وصلنا نهاية هذا الفيديو اصدقائي، وكان معكم علي عمار، واشوفكم ان شاء الله على خير.